طبعا يعني بنصبح على حضراتكم مرة تانية، والحقيقة انه النهاردة يعني الاجواء كده ابتدت تبقى ألطف شوية، البرد خلاص بيخف، شويه في شويه برد بالليل الحقيقه، لكن الصبح الجو حر يعني، لا بيعتبر حر. بتحبي انت الاجواء دي يا جمال؟ انا عارف. بص انا بحب البرد يعني، اميل بس للبرد. بس لا مش برد قوي ولا حر قوي يعني، الصبح حر بس الحر المقبول اللطيف يعني، وبالليل كمان حتى البرد كمان يعني المحتمل. ودي انا يعني انا بحب الجو ده قوي، لانه عارف مفيش ضرر يقع على حد الحقيقه يعني، اللي بيحب الصيف مبسوط واللي بيحب الشتاء مبسوط، والناس حتى اللي في الشارع. بالظبط. دينا صيف ولا شتاء؟ انا بحب الاثنين على فكره. يبقى فرحي الناس بقى اللي بيحبوا الاثنين برضو، قولي لهم. لا هو الصبح الصيف وبالليل شتاء النهارده. اتفضلي. خلينا نطمنكم على الاحوال الجويه بالتفصيل والارصاد الجويه. بتوقع استقرار في الاحوال الجويه النهارده. الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد، ولكن مائل للحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء. النهارده هيكون في شبوره على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نقول معاكم كده النهارده درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 22 والصغرى 11، اسكندريه 21 11، مطروح 19 11، سيوه 22 8، بورسعيد 20 12، دمياط 20 11، الاسماعيليه 21 10، السويس 22 11، طابا العريش 19 10، طابا 22 13، كاترين 21 3، شرم الشيخ 25 13، الغردقه 24 14، الفيوم 23 9، بني سويف 22 8، المنيا 23 7، اسيوط 23 7، سوهاج 24 8، قنا 25 9، الاقصر 27 9، اسوان 28 10، الوادي الجديد 28 6، شلاتين 26 12، واخيرا حلايب 24 13. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم النهارده على احوال الطقس بالتفصيل، عشان كمان بنحذركم ان في شبوره مائيه الصبح، وكمان هيكون في على الطرق السريعه والزراعيه والصحراويه من والى المؤديه الى القاهره الكبرى. لكن كمان زي ما كان احمد وجمانه بيقولوا الصبح هيكون الجو يعني لسه، حتى كان بعض خبراء هيئة الأرصاد بيقولوا إن الأسبوع ده صيف وشتاء مع بعض. خلي بالنا إن احنا ما نخففش الملابس خاصة في الأوقات دي، علشان ده ممكن يعرضنا لأدوار البرد. خلونا نستعرض مع حضراتكم بقى، نروح للدكتورة منار غانم علشان نعرف معاها التفصيل عن أحوال الجو النهاردة أو خلال كام يوم الجايين. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. حابين نعرف منك كده، في ارتفاع طبعا طفيف في درجات الحراره، ويمكن احنا بنقول يعني هنحس بحراره الجو شويه، لكن بليل الجو هيكون بارد. نطمن على حاله الجو خلال الاسبوع. هو احنا بالفعل بدايه من اليوم هنشهد ارتفاع في درجات الحراره، يمكن بحوالي من درجتين لاربع درجات. الارتفاع ده هيكون تدريجي وهيستمر معانا اليوم الاربع القادم باذن الله. يمكن كمان العظمى هتوصل الاربع القادم على القاهره الكبرى ل 24 درجه مئويه. الاجواء هتكون مستقره خلال فتره النهار، لكن الطقس هيكون مائل للدفء على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى. هيكون دافئ على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحراره على محافظات جنوب الصعيد، لان جنوب الصعيد هيرتفع درجات الحراره فيها وتوصل ما بين 28 و29 درجه مئويه خلال فتره النهار. طبعا ده وكمان زياده فترات سطوع اشعه الشمس، لكن مع غياب اشعه الشمس ودخول ساعات الليل طبعا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه. الفرق كبير بين درجه الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، بيوصل لاكثر من 10 درجات خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح. صحيح. اليوم كانت في شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، أدت لانخفاض الرؤية الأفقية، لكنها هي ما يعني ما أثرتش على حركة المرور بشكل كبير. الحمد لله تلاشت مع سطوع أشعة الشمس على بداية الساعة 8، وإن شاء الله مع الساعات القادمة الرؤية تتحسن تماما على الطرق. متوقع عادة يكون في شوائب عالقة مع
ارتفاع درجات الحراره اتربه عالقه وشوائب عالقه. المهم ما يكونش رياح كثيره يعني عشان برضه تجيبوا الانفيه هيشتكوا النهارده، لكن هي بعض الشوائب فقط العالقه من الاتربه. هي بتبقى شبه الشبوره المائيه كده خلال فتره النهار بسبب هدوء سرعات الرياح، يعني ان شاء الله مش هتبقى اتربه، لكن مش هتبقى يعني رمال مطاره، لكن هي ارتفاع عالقه هنلاحظها في سماء القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات السواحل الشماليه، يعني مع ارتفاع درجات الحراره وهدوء سرعات الرياح بنشاهد ارتفاع عالقه. لكن ان شاء الله ابتداء من الخميس القادم هتبدا درجات الحراره تعود تاني في الانخفاض، تبدا تنخفض بحوالي 4 درجات، يعني احنا متوقع الخميس القادم تكون 20 على القاهره الكبرى، مع بدايه الاسبوع كمان القادم هتوصل ما بين 18 و 17 درجه مئويه، ففي انخفاض تاني ملحوظ، فعشان كده احنا في الفتره دي تحديدا مش عاوزين نغير نوعيه ملابسنا ولا بالزبط. عاوزين نخفف الملابس صحيح. ولا حتى ننخدع بالطقس الدافي خلال فتره صحيح. النهار على الاقل لانتهاء فصل الشتاء نستمر في ارتداء الملابس. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك، طمنتينا على حاله الجو، نتمنى ان حضراتكم كده تدوخوا الحذر في عدم تخفيف الملابس خلال الفتره اللي جايه في الاسبوع ده، لان هينخفض درجات الحراره يمكن بالليل وعلى اخر الاسبوع هتقل تاني 4 درجات. هرجع مره تانية لجمانه واحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا ولضيفتك الكريمه. شكرا.